نكمل معكم مشاهدينا باقي فقرات العالم هذا الصباح. والإجراءات الاحترازية والتدابير طبعا أصبحت مهمة ومن الواجب على الأفراد الالتزام بها في ظل انتشار فيروس كوفيد 19 حفاظا على سلامة الفرد وعائلته والمجتمع ككل. منها طبعا أكيد ضرورة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، عدم مخالطة الآخرين وتجنب التجمعات، وأيضا ضرورة ملازمة المنازل والبقاء فيها. راح نتكلم أكثر حول هذا الموضوع. معنا في الاستوديو الدكتور انتصار الهندال، استشاري طب عام. دكتورة نرحب فيك في برنامج العالم هذا الصباح، أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك حيك. طبعا في ظل هذه الظروف الدكتورة والحملات التوعوية اللي تشجع الناس أنها تطل في المنازل، لا نزال قاعدين نشوف ناس تكون بالشارع سواء كان للضرورة أو لغيرها. طبعا هناك حاجة ملحة تستدعي أن الواحد يطلع، وفي هناك أشياء الواحد ممكن انه هو ياجلها، ممكن انه هو يعني يستغنى عنها في الوقت الحالي. شلون ممكن نوجه نصيحه للناس باخذ الموضوع بجديه اكثر؟ اول شيء نصبح عليكم على مشاهدينا اكيد بالخير، مشكورين على الاستضافه. بالنسبه حق موضوع البقاء بالمنزل، طبعا هذا موضوع جدا مهم، ولو طالعون كل التصاريح العالميه خلينا نقول راح تلقون ان اهم نقطه في الحد من انتشار هذا الفيروس الخطير كوفيد 19 هو البقاء بالمنزل والتباعد الاجتماعي. للاسف ان احنا قاعدين نشوف شويه الناس متساهله بالموضوع. نعم. يعني وقت الحمد لله يعني الحكومه قررت هذا حظر التجول خلال الفتره المسائيه، والحمد لله انا بالنسبه لي اشوف ان الحمد لله انهم زادوا الفتره، لكن للحين قاعدين نشوف ان احنا لما نضطر نطلع للشوارع نلقى زحمه ونلقى يعني وايد ناس طالعين. طبعا احنا ما ندري شنو ظروف الناس اكيد، لكن انا اعتقد ان لو ان الكل قاعد يطلع فقط للحاجه الملحه، يعني اذا هو عنده دوام ضروري يطلع له، اذا عنده يعني لا سمح الله يعني شيء طارئ ظرف طارئ هو اللي قاعد يطلع له، اكيد عدد الناس اللي برا راح يكون اقل اتوقع. صح. بالاضافه الى يمكن اكثر ناس قاعد تطلع عشان الجمعيات. ونلقى يعني طابور ترى لما تبين تروحين الجمعيه تطلين حتى لو انت مره صوب الجمعيه راح تشوفين انه طابور. الحين يعني الجمعيات كلها، الاسواق المركزيه كلها وفرت خدمه توصيل. فيعني هذه النقطه جدا مهمه، يعني موضوع الطلعه بالذات للتسوق المفروض ان احنا نحد منها، واذا طلعنا جبنا اغراضنا مثلا خلاص نجيب كل اغراضنا اللي محتاجينها، ما نظل يوميا طلعه علشان هالشغله، ثاني يوم طلعه، لا نجمع اغراضنا على الاقل اذا انت ما تبي تطلب عن طريق الانترنت، تجمعهم اكثر من شغله مع بعض وتروح مره واحده، مو يوميا او يوم وترك تطلع. يا هذه هي الفكره، يعني الحين الناس اللي تسمع مثل ما تفضلت، اذا في ناس تاخذ الموضوع ان هي متساهله ان نعم. يعني مستصغره يمكن نقول الوضع، على الرغم من الاجراءات الحكوميه اللي قاعده تشدد والوضع في البلد واللي قاعدين نشوفه من ارقام قاعده تتصاعد يعني مؤخرا، الواحد فعلا لازم انه ياخذ حيطته، ويعني اكيد اذا ما يخاف على نفسه يخاف على اسرته يخاف على احبابه بالنهايه. بالضبط. شلون نقدر نقنعهم ان ما يخالف في كل شيء ثاني يقدر انه هو ينطر، ونقدر نحن الحين نركز على الصحه العامه. يعني الناس اعتقد لان هذا الفيروس مو يعني هو مو عدو قدامك، مو شيء انت تشوفه، فمستسهلين الموضوع. انا يعني اوجه لهم اليوم يعني نصيحه او كلمه ما ادري شلون اعبر عنها، لكن لا ننطر ان هذا المرض يكون ببيتنا، لا ننطر ان احنا لا سمح الله نفقد احد من احبابنا. اليوم احنا نبي نطلع من هذه الازمه، ما نبي نفقد ولا انسان بالكويت. يعني انا اعتقد حتى حاله الوفيات اللي صارت واحده هي، لكن اثرت فينا كلنا سواء يعني مواطنين او مقيمين، فاحنا ما نبي نطلع بخسائر بالارواح اكثر طبعاً. ولا نبي نشوف اعداد الناس اللي سواء بالعنايه او بالمستشفيات اكثر. فهذا الفيروس ترى انت ما حد فينا يشوفه طبعا، ولا احد حتى على مستوى العالم يعرف سرعة انتقاله. يعني هو قاعد ينتقل بطريقة يمكن في شيء للحين ما حد اكتشفه، صح، لأن سرعة انتقاله يعني شيء يعني قاعد يفوق كل تصورات صحيح. العالم. فلا تقول ولا تقولين والله أنا بس رايح بيت أبوي، لا تقول بس رايح أسلم على جاري. يعني هذه الروح لبيت أبوك مثلا، يمكن أنت تكون رحت الجمعية
مسكت شيء عقب احد او وانت واقف لقطته من احد، انت ما عندك اعراض. ممكن تقعد تحوشك الفيروس ويخلص وانت ما عندك اي اعراض، لكن ممكن تنقله حق احد من احبائك وتكون مناعته اقل من مناعتك. الاشخاص الحين لازم يعني نلاحظ بعد شغله وايد مهمه، ان اغلب الحالات اللي قاعد تكتشف هي حالات تقصي وبائي. إيه؟ هني المشكله، احنا قبل خلينا نقول قبل اسبوعين ثلاثه كانت كل الحالات معروف مصدرها، هذا جاي من بريطانيا، هذا من صح. ايران، هذا يعني. اما الحين لا، تقصي وبائي شنو يعني؟ يعني ان هذا الشخص اللي لقط الفيروس اساسا ما يدري من وين يابه. لو انه هو كان بتباعد اجتماعي حقيقي، لو كان عرف، لان تكون حركته محدوده. بالضبط، يعني انا لما اكون طلعت جيت قعدت عندكم بالاستديو وانا طالعه ما شفت احد ولا كلمت احد، ركبت سيارتي رديت بيتنا، من بيتنا ما رحت اي مكان، ما رحت بيت ابوي، ما رحت بيت اختي، ما رحت بيت ابوي واختي جايه. زين، يعني لازم نحط ببالنا هالشيء، بكل اسره غالبا في واحد قاعد يطلع، صح ولا لا؟ مثلا خلينا نقول انا قاعد اطلع اروح دوامي، لما رجعت انا ما ادري شنو جبت معي. اذا انا بس قاعده ببيتنا، بيتي انا باسرتي، لا سمح الله اذا اكتشف ان انا بوزيتيف، معروف انا خالطت منه. أيه، اقول والله انا خالطت عيالي. أيه، لان الحركه محدوده، فنقدر ان احنا نصل الى شلون قدرنا ان احنا نلقط الفيروس. بس اذا انا والله اقولها لا انا لازم اروح حق امي. أيه، اكيد امي عزيزه عندي، ما حد امام يعني. أيه، لكن لما اروح حق امي ممكن اختي هم جايه، صح؟ أيه، ولا لا؟ فما تدرون اذا ممكن هو زوج، هي ما تطلع، لكن زوجها هم قاعد يروح دوامه لانه مضطر يروح دوامه. اي، ويكون احد في الدوام يكون، وهكذا سلسله يعني. فسلسله كبيره، فاحنا قاعد نشوف ان الحالات نصها تقصي وبائي ونصها مخالطين التقصي وبائي. يعني بؤره المرض او الفيروس اللي عطت هذيل الناس غير معروف مصدرها. فاليوم اكثر من اي يوم ثاني، اذا احنا كنا نقول هذا الكلام قبل شهر، ان يا جماعه لا حد يطلع، لا حد يزور، لا حد، لا تستسهلون الموضوع. الحين المفروض اشد يكون من قبل. المفروض اشد. اذا انت قبل اسبوعين كنت تروحين بيت ابوك، رجاء اليوم كل واحد يلتزم ببيته هو. صحيح. وين انت عايش؟ لا تخالطون، لا تقولون انا بس قاعده اشوف اختي. صحيح. لان اختك هم معرضه. صحيح، وخصوصا ان هذا الفيروس يعني انه ممكن اكون انا اخذته وما راح يبين علي اي شيء. طبعا اكثر الناس ترى مو قاعد يبين، حتى الناس اللي بالمستشفيات ترى اغلبهم حالتهم الصحيه جيده. ما حسوا بشيء. شنو اللي صار؟ اللي صار انه اكتشفوا انه في احد بوزيتيف. فراحوا فحصوا. قالوا له منو المخالطين لك؟ يقول والله انا شفت فلانه وفلان وفلان وفلان. وزارة الصحة تناديهم كلهم تسوي لهم المسحات، ممكن من بين هالعشرين واحد اللي هو خالطهم يطلعون اثنين ثلاثة بوزيتيف، الاثنين ثلاثة هذيلا ما حسوا بشيء. فعشان شي يقولك مخالطين لحالة تقصي وبائي. فمثل ما قلنا اغلب الحالات اللي بالمستشفى هذه الاعداد ترى اغلبهم ولله الحمد، طبعا هذا شيء زين، هم مو حاسين بشيء، لكن انت قيسي على هذا كم واحد بيننا هو ما حس بشيء طبعا وهو حامل له الفيروس وممكن ينقله حق شخص كبير بالعمر ومناعته اقل، شخص عنده امراض مزمنه ومناعته اقل. فيعني لازم جدا نكون حريصين ونلتزم، ما يخالف اي فتره وفتحتي. ان شاء الله يا ربي. طبعا مثل ما ذكرتي اذا دكتوره، الواحد يحد او يقلل بشكل كبير من خروجه من اي شيء ممكن. يعني احنا الحين اللي قاعدين ندوم دكتوره، مثلا انا عندي الحين احنا والستاف اللي موجودين يعطيهم الف عافيه، ني الدوام نأدي واجبنا ونرجع البيت. اذا الحين احنا هم ما ندري منو خلطنا، لما نرجع البيت شنو الاجراءات الاحترازيه اللي لازم نسويها بس نوصل البيت على اساس اللي موجودين معانا ما نعرضهم للخطر؟ شوفي، اول شيء نحاول حتى يعني ملابسنا اللي احنا كنا لابسينها كلها تنحط على طول بكيس تنعزل. اي تنعزل. عزتش الله الجوتي، وهذا المفروض هم يعني يكون برا وتحاولين تتعقمينه. عيالك قدر الامكان ماكو سلام. يعني انا صراحه عيالي من زمان ما بستهم، يعني احاول قدر الامكان، يعني يمكن المفروض اجراءات اكثر ترى اسوي، لكن يعني هذا اللي بيدي، انه على الاقل
يعني ما ادري نهايه الازمه شو راح يصير بيننا، بس يعني ان شاء الله ما كل العافيه ان شاء الله. انه يعني قوة ماما قوة ماما خلاص، يعني حتى لما هم حبايبي يبون يسلمون، لكن احاول ان اخلي دائما مسافه بيني وبينهم لسلامتهم، يعني لسلامتهم اكيد طبعاً. بالنهايه فهذه الاجراءات غير اكيد تنظيف وتعقيم البيت، الحمد لله يعني احنا الكل متعود على هالشيء، لكن ما يمنع ان احنا نزيده اكثر. طبعا تعقيم الايد اذا كنا ما عندنا ماي، لكن اذا في ماي فغسيل الايد هو افضل شيء. يعني مثلا انزل من السياره اعقم ايدي بعد قبل يعني اروح البيت، او حتى الحين وانا نازله لكم بس اوصل لازم غسيل الايد، هذا شيء اكيد ضروري ولازم يكون بالطريقه الصحيحه. يعني الحين كل من صار يعرف شلون، يعني انا انعرضت على كل مكان، يمكن هذه الاشياء الزينه يمكن فيروس كورونا انه علمنا عادات، يعني عادات وايد زينه هي طريقه غسيل الايد الصحيحه اللي نتاكد ان احنا عقمنا ايدنا فعلا. صار الكل يحاول يمسح المكان اللي قدامه، يعني احساس التعقيم والنظافه يمكن زاد عندنا الناس بشكل واضح، فهذه يعني يمكن ساعات خيره. ايجابيات الامراض طبعا اكيد. ايضا يعني مثلا احنا في وزاره الاعلام كان هناك شروط، منها الالتزام طبعا في لبس القفازات، وطبعا احنا على الهواء بس برا الهواء نحط الكمام لما نطلع من، وتشوفين مثلا يعني الشباب كلهم ملتزمين بهذا الامر. لبس القفازات ولبس الكمامات نتكلم عنها، وهناك تفاوت كبير في النصائح، هل نلبس القفازات واذا متى نغيرها متى نشيلها، هل في ضروره معينه للبسها، شلون نوضح هذه الفكره؟ شوفي هو يعني طبعا احنا ما نبي نهدر بالموارد اللي عندنا لان الوضع صعب، وما نبي نستخدم شيء غير وقتها او بطريقه غير صحيحه. لبس القفازات هو اكيد ممتاز، لكن هم بحدود، مو طول اليوم. يعني في ناس يلبسها ويظل ويحك عينه وش استفدنا؟ ما استفدنا شيء، بالعكس هو يمكن تمسك الفيروسات عليه بعد اكثر من ايدك، ايدك على الاقل قاعد تغسلها وتعقمها. يعني انا اشوف طريقه وايد حلوه بالجمعيه مثلا عشان توصل الفكره. الوضع بالجمعيه لما انت تدشين تكونين لابسه كمام، لان المسافات بين الناس تكون متقاربه مهما انت حاولتي تحطين مسافات. فالكمام بهالوقت ممكن تستخدمينه. القفازات تلبسينهم، تخلصين شغلتك، تاخذين اغراضك، عقب ما حاسبتي تنشال بالطريقه الصحيحه. وفي اساسا كمامه مخصصه. نعم، فهني انت ما يعني ما خذيتي اي شيء لقطتيه من الجمعيه، ما خذيتي معك. خلاص شلتي القفازات عزكم الله قطعتيهم. بما لمسناه طبعا في الجمعيه نخليه بالهذا. فيعني استخدامه فتره يعني خلينا نقول العمل اللي قمتي فيه، مو طول اليوم لابسينهم. وطبعا مثل ما قلنا اذا انت لابسهم طول اليوم حتى بتتعود عليهم، بتصير تحك عينك عادي، تشيل وتحط. ثاني شغله بالنسبه حق الكمامات، يعني انا اشوف وايد ناس لابس الكمام وحاطه هني، ترى اذا انت بتحطه هني ما له داعي. يعني يا اما انك ملتزم فيه وتحطه عدل، تربطه عدل، يعني حتى في ناس مثلا اذا كان ربط مول اللي فيه الاذاني يربط اللي فوق ويخلي اللي تحت، بالذات اذا يعني قتره وعقال او حجاب شويه يضايق فيخلونه تحت. ترى هم نفس الشيء اذا هم بطل من تحت هم ما سوينا شيء. فلازم هم يلبس طريقته الصحيحه، يعني دام انك انت راح تستهلك هذا الكمام اللي الحين صار عمله نادره استخدمه عدل، او خش حق غيرك خله حقك انت بوقت تلبسه صح. يتسكر مني بالمنطقه هذه المعدنيه، تسكر ترى على الخشم، لازم تسكره عدل بحيث انك فعلا تستفيد تحكم مثل ما يقولون الاغلاق. نعم. على هذه المنطقه، حتى منطقه العين يعني يقولون انه يعني الكمام وحده لا يكفي، لازم واحد يكون لابس مثل نظاره او شيء عشان يحمي. يفضل طبعا هذه الاشياء اكثر حق الناس اللي يعني مثلنا بالمجال الطبي. يعني انا لما اكون بالمستشفى وبالذات اذا انا قاعد اتعرض حق يعني المراجعين والمرضى، يفضل انه نلبس الكمام ونلبس في مثل الغطاء الواقي البلاستيكي. نعم. طبعا هذا يعني مو حق كل الناس، يعني ما نبي الناس تمشي بعد بس حق الناس اللي تحتك بالحالات اللي الناس اللي تحتك، الناس اللي قاعدين يفرزون حالات الكورونا بالذات، هذيلا هم اللي يحتاجون هذا النوع من اللبس، لكن الناس بالشارع مو محتاجه لهالدرجه. التخلص يعني من القفازات والكمامات بعد استخدامها، دكتوره قاعدين نشوف للاسف في الاونه، يمكن من بدايه الازمه بدينا نشوف قفازات على الارض، قاعدين نشوف
كمامات، يعني اولا منظر غير حضاري، وهذا أكيد. تفشي ايضا للوباء. اكيد شلون نقدر ننصح العالم ونشدد على اهميه معرفة التخلص من هذه المواد؟ بالضبط، هذا الموضوع الكمام مثل ما قلنا، أنت الحين تلبسه لحاجتك ضرورية بطريقة صحيحة، مو أنت بالسيارة بروحك. ولما تبي تخلص منه لازم تخلص منه عزكم الله يعني بسلة قمامة نعم. ومسكرة، وعقبها يكون بكيس تسكر، لأن إذا أنت حاطة عشان يعني يمنع عنك أي فيروس، شلت بالاشياء بيدك، ليش لبست القفازات؟ عشان تمنع عنك اي فيروس، فمعناته ممكن يكون في فيروس عليها. فاذا انت قاطه بالشارع بهالطريقه او مخليه على الطاوله، معناته احنا ما سوينا شيء، يعني على قولتنا بالكويتي لا طبنا ولا غدا الشر. فاتمنى ان الناس تحرص على ان هذا الجلوفز ما ينشال وينقط بالسيارة ولا ينقط على الأرض، ولا يعني إن شاء الله إن الناس ما تقطع على الأرض، بس حتى ساعات إحنا نستسهل ويخليه بالسيارة، وهذا شيء يعني شيء غلط. يعطيك العافية دكتورة انتصار، طبعا مشكورة جدا على هذه النصائح ووجودك معنا اليوم في ظل هذه الفترة، ويعطيكم ألف عافية. طبعا أنتم الناس اللي نشكر جدا جهودكم والكل يشهد لها، ويعطيكم ألف عافية. الله يعطيكم العافية، أنتم مشكورين وما قصرتوا. شكرا جزيلا. كانت معنا دكتورة انتصار الهندال، أخصائي الطب العام في برنامج العالم هذا الصباح. أهلا وسهلا فيك. إذا رح نكمل معكم فقرتنا مع زميلتنا لمى أبو علاوي، أتوقع رجعت لنا على الهواء. لمى أبو علاوي من محجر كراون بلازا تطلعنا على آخر المستجدات في المحجر. لمى صباح الخير، ويا ريت تعطينا شنو اللي قاعد يصير حوالينكم حاليا في محجر كراون بلازا.